شكرا للزميل محمد. اذا الكويت هو بفارق كبير، فارق 10 اهداف، يتغلب الاصليبيخات 37-27 ويرفع رصيده في هذه المجموعه الى 4. كابتن محمد، فارق كبير للكويت وبكل اريحيه فارق 10 اهداف. هي الطريقه المعتاده لنادي الكويت في 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 بدايه الشوط الاول، يعني جبت نبض الفريق ومن ثم التقدم واستغلال اخطاء الفريق المقابل الى ان يتم توزيع الجهد. يعني شفنا فرانكيس في بداية الشوط الثاني أو نص الشوط الثاني تم استبداله، شفنا أنخل تم استبداله، فأعطى الفرصة للاعبين الاحتياط، والأسبقية تأتي من يعني يلعب مع الوقت. دائما نادي الكويت ينتظر الوقت، كل ما طال الوقت كل ما أخذ الفارق أكثر. نادي الصليبيخات يعني قدم اللي عليه خصوصا في الشوط الأول، ولكن لاعبين اليوم ما كانوا في مستواهم، خصوصا جانكو يعني ما كان اليوم في يومه. عبد الله صفا في بدايه المباراه عطى اللي يقدر عليه يعني وقدم مستوى طيب، ولكن هذه الفروقات الفرديه وهذه الفروقات الفنيه بين الفريقين واضحه واعطت نتيجه لنادي الكويت. نعم خالد، يعني كالعاده ما في جديد، الكويت يتغلب بفارق 10 اهداف ويفرض سيطرته في الشوط الثاني. قلناها قبل المباراه، الكويت دائما يطلع بالصوره الافضل في اي مباراه يلعبها من جميع النواحي، من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه، استغلال اخطاء الفريق الضد. شفنا الشوط الثاني لعب على اخطاء فريق الصليبيخات واستغل الاخطاء هذه لين وصل النتيجه الفارق العشرة هدف. ولكن انا اليوم عبد الله حسين، انا اقول قلت لك الكابتن حسين الحبيب اليوم على اشراك اللاعبين الشباب الصغار، شفنا التدوير اللي سواه، لعب اكثر من لاعب صغير اليوم، الاحتكاك كان مطلوب خصوصا مع فريق مثل الكويت يلعب بطريقه نوعا ما قويه، يلعب دفاع قوي، يلعب هجوم قوي، فاشراك اللاعبين بنوعيه مثل هالمباريات تفيدهم بالمستقبل وحق المباريات السابقه الجايه. نعم كابتن محمد، يعني الكويت ايضا اعطى فرصه كبيره للاعبين يعني من خلال هذه المباراه. اي اكيد، ولكن اللاعبين اللي موجودين بنادي الكويت لاعبين كبار لو مساميهم، يعني لهم عكس نادي الصليبيخات اللاعبين اللي حسين حبيب كابتن حسين حبيب عطاهم، هم لاعبين شباب ولاعبين يعني لاعبين تحت 19، فاللاعبين الموجودين في دكه احتياط نادي الكويت هم لاعبين حققوا دوري وسنوات مثل نواف شمري، مثل عبد العزيز الدوسري، فيعني في فرق هني. شفنا اليوم نادي الصليبيخات يعني نوعا ما يعني ترى في يعني راحه لمهدي القلاط، ما شفناه بالملعب مهدي القلاط اللي يمكن 5 دقائق في الشوط الاول ثم راح، فاكيد انه في تكتيك معين عند كابتن حسين حبيب لراحه اللاعبين لو توزيع الجهد او يعني ما ادري شنو بالضبط، ولكن للمستقبل يعني المباراه القادمه واللي بعدها يمكن ما يبي يكشف كل اوراقه في مباراه الجهاد البدني بعد الجهاد البدني يعني، وما شاء الله مباريات كل يومين 30 مباراه، فشفنا راحه مهدي القلاب حتى راحه عبد الله الصفار في الشوط الثاني، فهذه كلها تكتيكات عند المدرب. على فكره اليوم اذا الصليبيخات يعني الكويت والصليبيخات راح يتاهلون من المجموعه A، راح يلعبون مع الاول والثاني من المجموعه دي اوكي، بعدين يلتقون قبل النهائي ولا بالنهائي؟ قلنا احنا راح يلتقون دور الثمانية. انت يعني تقصد انه راح يلعبون مجموعة واحدة؟ ممكن راح يلتقون مرة ثانية. لا دور الأربعة. راح يلتقون مرة ثانية ممكن. لا دور الأربعة. يعني أنا أعتقد لو حاطينها مثلا مجموعة A و C أساس يلتقون مرة ثانية. لا لا دور ثمانية صح. أنا هذه النقطة عبد الله أشرت عليها قبل الاستوديو اللي طاف. قلت ان مشكله كل النظام جيد، عدد مباريات اكثر، طبعا الفرق الدرجه الاولى مو مساعده في النظام للامانه، ما قاعد تساعد في النظام، الفروقات بين فرق الدرجه الاولى والدرجه الممتاز والنتائج الكبيره فما ساعدت في شكل الكاس، ولكن يعني النقطه اللي انا عندي شويه خلاف عليها ان دور الثمانيه راح تلعب مع يعني مع فريق ممكن يكون مجموعتك. سجل معي، ترى دور الثمانيه اول مجموعه A خلينا نقول مثلا الكويت مع ثاني المجموعه دي يا القادسيه فهيل مثلا او خيطان اللي يفوز منهم يروح ربع النهائي، تحت من يلعب اول مجموعه دي اللي هو يا القادسيه يا فهيل يا خيطان مع ثاني مجموعه A اللي هو الصليبيخات، صحيح اللي يفوز راح تقوم مره ثانيه قبل النهائي. اي
يعني ممكن صبيخات الكويت تلتقون مره ثانيه، ممكن تلتقون قبل النهائي لو العكس كانت افضل. اي صحيح، لو العكس افضل، لو العكس افضل. يعني اقصد لو المجموعه اي مثلا مع مجموعه سي وبي مع دي اساسي يبتعدون عن بعض، يعني تلتقون مع بعض. ف اذا تكلمنا على المجموعه بشكل سريع الان قبل اروح الجهره للقرين، المجموعه الثانيه كاظمه برقان اعتقد هم الاغرب، يعني تقريبا عبد الله نوع المجموعات كلها ممكن انها تكون محسومه. يعني كاظمه برقان من المجموعه هذه تقريبا هم اللي متاهلين، للمجموعه العربي والسالميه تقريبا هم اللي متاهلين، صبيخات الكويت القادسيه وفاحيل، فنوعا ما دور الثمانيه بينت شيطان ما يسوي شيء ملامح. يعني عنده مباراه زينه مع القادسيه لفترات طويله، صحيح. ممكن يعني مباراتها مع الفيحيل اللي ما عنده محترفين ممكن تكون فيها حسابات ثانيه، ولا ممكن يعني هذه تكون اهم مباراه لنادي خيطان. ولكن عبد الله الاحتكاك بالدوري الممتاز غير الدرجه الاولى، صحيح خيطان يملك لاعبين، يملك عناصر شابه، يملك محترفين نوعا ما جيدين، ولكن انا اشوف خبره نادي فيحيل ممكن تتفوق على نادي خيطان. اوكي، عموما جود لك للكويت، هارد لك للصبيخات. الكويت 37 صبيخات 27. مباراتنا القادمه الجهره والقرين، مثل المباراه هذه اعتقد خلاص ما لها اي حسابات، الفريقين خارج الحسابات، وبالتالي راح تكون مباراه يعني ما فيها اي ضغط نفسي ولا اي شيء، ولا بس حسابات الجهره افضل. مش بيصير صح انا يعني بس شكليا افضل، يعني يفوز اليوم يفوز على الصبيخات يصير، بس شكلي ما قاعد اتكلم. اوكي انت هي امور صعبه اكيد. لا هذا اوكي حسابيا اتكلم واقع من اللي شفناه من اول مباراه الجهره وهالمباراه. شوف استبعد خيطان والنصر نوعا ما، الفرق الدرجه الاولى الباقي يعني لا تترجى من احد، لان فرق المستوى، فرق التحضير. يعني انا شفت لقاء محترفين ما في، شفت لقاء محترفين ما في، بعض الانديه العدد مو كامل، بعض الأندية مو 16 لاعب في البنش، يعني غير الصراحة غير أمور كارثة نادي الساحل أنا أشوفها. يعني مع أنه يو ترى كاملين العدد لاعبين كانوا كلهم موجودين نادي الساحل. إيه طيب الحين الناس تقول نادي الساحل ليش ما شارك في الدوري، في الدوري. أنا مو ليش ما شارك في الدوري، أقول ليش شارك بالكاس. أنت ما يصير موسمك، أنت موسمك ثلاث مباريات، مو صحيح. هل الفريق كان يتمرن؟ طبعا امور كثيره تترتب عليها، المدرب موجود هذا في الفتره اللي طافت، هل شنو استفيد انا من ثلاث مباريات؟ على فكره ما لعبوا يعني فتره، بس قدموا يعني فترات في المباراه قدموا اداء زين ترى. انا مو مع الفريق، مو ضد الفريق انه يوقف سنه سنتين على ما يعني يعدل شكلك، عدل شكلك، عدل الفريق، جيب محترفين، طلع لاعبينك لاعبينك المميزين اعاره، ممكن تستفيد من بعد. عموما شكرا كباتن. اذا مشاهدينا مباراتنا القادمه اللي راح تسمع الجهره والقرين بعد قليل راح تكون ان شاء الله بصوت الزميل الكابتن عيسى عبد الودود. مسي عليك بالخير كابتن عيسى، تفضل كلمتك. شكرا للكابتن عبد الله حسين وضيوفه بالاستديو التحليلي الكابتن محمد فلاح والكابتن خالد حسين. اعزائي المشاهدين اسعد الله مساكم من مجمع صلاه الشيخ سعد عبد الله
الصباح طيب الله ثراء عيسى عبد القدوس يحييكم عبر تلفزيون الكويت القناة الرياضية، تنقل لكم مباريات كأس الاتحاد لموسم 2022-2023، وهذا الكأس رقم 55، وهذا اللي قال يضمن بالمجموعة ضمن المجموعة الثانية الذي يجمع بين نادي الجهراء ونادي القرين. طبعا فريق الجهراء المجموعة هذه المجموعة الثانية خسر أمام نادي الكويت نتيجة 39-24، والقرين خسر أمام صليبيخات 32-27. قبل هذا اللقاء كان هناك لقاء أيضا نادي الكويت نادي صليبيخات بصوت زميل محمد مدو اللي راح يكون حكمنا اليوم مع سالم السبتي وحكام الطاولة عبد الله سالم وإبراهيم محمد إبراهيم حكم الطاولة. أما مراقبي المباراة الكابتن الكبير علي عباس، طبعا علي عباس حارس مرمى نادي العربي السابق والمنتخب الوطني، وعبد الحداد أحد نجوم أيضا كرة اليد، عبد الحداد ولاعب نادي خيطان والقادسية ومثل منتخبنا الوطني، هذا محمد مدو. قبل لا ندخل في هذا اللقاء خلوني يعني أتكلم أول شيء أقول الحمد لله على السلامة الشيخ ضاري فهد الجابر، فهد الأحمد جابر الصباح رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية، نقول الحمد لله على السلامة خروجه المستشفى. أيضا نقول لمحمود الطباخ كابتننا الكبير كابتن نجم كرة اليد الكويتية، نقول له الحمد لله وألف الحمد لله على سلامتك يا أبو حسين. أيضا بعد إجراء العملية هو يا الشيخ ضار، لك الشيخ ضار طلع، محمود ما زال بالمستشفى إن شاء الله يطلع بالسلامة. أيضا لكابتننا الكابتن علي المذن نقول لك الحمد لله على السلامة وإن شاء الله تطلع من المستشفى مشافة إن شاء الله. لقاء يعني تكلموا عن الإخوان ليس بال يعني مثل ما نقول اللي راح يكونوا منافسين، ليس الفرق اللي راح تكون منافسة مثل الصليبيخات ونادي الكويت والبداية، ما نقلل من نادي القرين ولا نقلل من نادي الجهرة، لكن المستوى الواضح اللي احنا نتكلم فيه ان الفريقين راح يأدون داخل ملعب، نعم راح يلعبون داخل ملعب نعم، لكن النتيجة مو هذه النتيجة اللي اتمنى، خاصة اتمنى الفريقين يتمنون النتيجة امام نادي الكويت وصليبيخات للوصول، لكن نادي الكويت طبعا وصل وهذا بوزو، هذه اول لعبة هجومية وبرافو وبكل هدوء. الهدف الأول عن طريق اللاعب فرج سالم، نعم السالم يسجل أول هدف، أول هدف توقع العربيد اللي سجل، لكن خلينا نشوف الجارة دفاع 6-0 الجهرة، حسين عايد يقود الهجوم وهذا الخط الخلفي الضارب على الدائرة لكن ما فيها شيء، السماج كرة سريعة بوزو العربيد الجناح القرين سجل أول هدف طريق الجناح، راح ينفذ الجدي، هذا الجدي بوزو مونتينيغرو إلى الجناح السماج، هدف برافو السماج، سلمان السماج والده عزيز السماج أحد نجوم منتخب كرة اليد حراسة المرمى كرة اليد، كرة مع الجهرة حسين عايد، هذا سلمان الباك ونيم فرح واقف مفرح رقم 27 خط الخلفي، تبادل المراكز مع الدائرة، هذا سلمان حاول وصل كرة التصويب اللعبة اللي طافت رمية جزاء محمد، اللعبة اللي طافت كان حاول وصل كرة حق الدائرة حق عبد الله حميد، شوف سلمان لكن صوب ومحظوظ فيها نواف، محظوظ فيها نواف رمية جزاء صوبها علي عادل، هل يسجل علي عادل هدف
علي عادل هدف من رمية جزاء، هذا علي عادل ورمية الجزاء يسجل الجهراء هدف الأول 2-1 القرون. يا سلام، برافو برافو على التمريرة، برافو على التمريرة. يا سلام، هذا العربيد، هذا العربيد، نعم هذا العربيد، لاعب الدائرة محمد العربيد يسجل، وفرج السالم هو اللي في الجناح الأيمن. 3 القرين، 3 دقائق، دفاع 6-0. كرة مع الجارة، حسين عايد المتحرك، نعم إلى الدائرة، إلى الدائرة، لكن لامسة تريلا، صاده مدو، صاده محمد مدو، كرة سريعة، الجدي، فاست بريك السريع. يا سلام يا سلام يا نواف، وسلمان سلمان سلمان، هذا سلمان ناصر، برافو يا سلمان. وهني في هدف، راح تشوفون هذا بوزو، هذا بوزو المحترف مونتينيغرو، اكيد هذا الهدف، هذا الهدف، هذا بوزو. 4 القرين، 2 الجاره، 4 دقائق، وهذه كره على الدائره. ويا سلام، ورميه جزاء، رميه جزاء، وانذار رمية جزاء، يقول له مسك على مسلم، رغم هذا مسلم، لا هذا حسن كرم، مسلم لا، مسلم أحمد، هذا مسلم لاعب منتخبنا، لاعب منتخبنا الشباب، مسلم أحمد. رمية الجزاء الثانية ويسجلها علي عادل، ويسجلها علي عادل على حارس مرمى محمد الشمري. الجهرة 3 لقرين، بوزو حاولت اختراق مسلم أحمد، طريقة الدفاع متقدمة على بوزو المحترف. ويا سلام يا الجدي، ما وصلت، ما فيها شيء، ما فيها شيء، فاست بريك استراح الخطير، لكن وين صادها، صادح صادح حسين، صادح صادح حسين عايد، نعم حسين عايد صادها، شوف التمرير الى حسين عايد، ويسجل حسين عايد هدف التعادل بين القرين والجارة. الجدي تبادل المراكز، فرج الى الدائرة، شوف التمرير الخاطئ، ثاني كرة، ثاني كرة، وثاني فاست بريك، وهي كرة اليد فاست بريك. ويا سلام يا حسين يا عايد، يا سلام يا حسين، شوف بوزو أيضا معصب، يقول لازم تردون، لازم تردون، نعم كرة اليد لازم أرجع بالدفاع أغطي، شوف فاست بريك، ثاني كرة فاست بريك، شوف بوزو بروحه، وني شوي شوي تشكى أيضا، ردوا، والجارة يتقدم على القرين، مسلم ودفاع جهراوي من فهد السهيل. الجدي ويصوب وما فيها شيء، وترجع الكرة للجهراء، سلمان حسين، سلمان سلمان سلمان، يا سلمان برافو يا سلمان، سلمان 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 ناصر يسجل، كرة سريعة القرين، الجدي يهدي مسلم، بوزو بوزو بوزو، منطلق دفاع قوي، دفاع قوي من فهد السهيل وسلمان ناصر. 7 دقائق، 6 الجارة، 4 القرين، بوزو شوف المساحة، شوف المساحة، شوف المساحة، نعم لازم تسجلها، لازم تسجلها، نعم مساحة كبيرة لفرج، نعم يسجل، يسجل الهدف الخامس
هدف الخامس. سلمان دفاع 6-0. فهد السهيل على الدائرة. ايش راح ينفذ؟ الجارة. ما شفنا الأطراف. شفنا الخط الخلفي واختراقات هذا اللاعب. في دفاع قوي، دفاع قوي. الحكم سالم السبتي والحكم محمد مدو. حسين عايد تبادل المراكز. ويا السلام، لكن بالغائم، بالغائم يا سلمان، بالغائم يا سلمان. وني كرة سريعة الشمري إلى بوزو إلى الجدي، والمسافة كبيرة جدا. نعم نعم، استغلها استغلها الجدي، محمد الجدي يستغل هذه الكرة بالثغرة الكبيرة عند دفاع الجارة ويسجل على بندر الظفيري هدف التعادل بين الجهرة والقرين. حسين عايد، نواف مفرح، ما تحرك نواف. ومثل ما قلت ما شفنا الأجنحة، نواف ممكن يصوب. سلمان والدخول في خطأ. خطأ لصالح الجهرة. حسين إلى الجناح. نعم ما دخل، ما دخل. شوف الأخطاء هذه، إذا أنت ما تستغل هذه الثغرات راح ترد عليك عكسية. لازم الأجنحة، احنا دائما نتكلم في كرة اليد، الأجنحة الأجنحة لازم يعني يخترقون ويساندون. وهني سلمان شوف الخط الخلفي، تعتمد على الخط الخلفي، خلاص صعوبة صعوبة. لازم السبع لاعبين، الست لاعبين. بوزو يسار، شوف 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 القرين شلون قاعد يطبق الطريقة الصحيحة، توصيل الكرة بالطريقة الصحيحة إلى ورج السار. نعم نعم، شوف بوزو المسافة ويسجل القرين الهدف السابع. 10 دقائق. لاحظ الجهرة هل راح يكون خط الخلفي فقط؟ فهد السهيل، سلمان، هذا حمود، هذا حمود خليف. كمل كمل وخذ رمية جزاء. نعم اخذ رمية جزاء يا نواف مفرح. شوف بوزو الحكم عطاه فرصة، لاعب الجهرة نواف مفرح، ايضا موجود سالم مفرح معانا موجود بالجهرة. دخول حارس المرمى اللي هو فهد العميري، الخبرة يا فهد، فهد. لكن هدف، هدف ثالث رمية جزاء. علي، علي عادل ينفذ ثالث رمية جزاء ويسجل. شوف ثالث رمية جزاء يسجلها. كرة مع القرين، التعادل بين الفريقين. هتدخل على 12 دقيقة. بوزو مسلم، محمد الجدي، بوزو توصيل الكرة للدائرة. واضحة واضحة اللعبة. يا سلام يا سلام، وبرافو برافو، وسلامات يا. توصيل الكرة إلى محمد العربيد لاعب الدائرة، برافو. والهدف الثامن يسجل القرين. 12 دقيقة. كرة مع حسين، مفرح نواف، سهيل الضغط، حمود الخطير، حمود الخطير. ويا سلام على حسين عايد. وحمود خليف اللي هو رقم 8، هو لاعب يصوب، لاعب خطير، لاعب بالجهرة، ايضا مثل منتخب
الناشئين هذا اللاعب رام ثمانية حمود خليف عنده تصويبات من خارج التسعة متر. وبرافو حسين عايد التفاهم بينه وبين حمود خليف. الهدف الثامن 13 دقيقة راح ندخل القرين. بوزو بوزو إلى الجناح السماج مسلم بوزو. أوه قوية 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 تصويبه تصويبه قوية. هذا بوزو بوزو مونتينيغرو لاعب مونتينيغرو. شوف تصويب على بندر. شوف هني خليف حمود شلون فتح الثغرة حق حسين عايد. هل جهره يستمر مع الكابتن محمد سليمان مدرب الجارة ويساعده يحيى حسين وإدارة الفريق عبد الله الشمري والعلاج الطبيعي رشدي محمد. أما عمرو الجيوشي معروف عمرو الجيوشي معروف منو عمرو الجيوشي اللي عرف كرة اليد العربية. وهني خلينا نشوف هذه الكرة من مبارك. توقع مبارك بندر أضاع هذه الكرة. مدرب القرين عمرو الجيوشي أحد نجوم كرة اليد المصرية كرة اليد المصرية الأفريقية والعربية والعالمية. هذا اللاعب عمرو الجيوشي ويساعده ناصر. وهني هدف من بوزو. بدأ يتحرك بوزو بدأ يتحرك هذا اللاعب ناصر هاجري مساعد مدرب ورئيس الجهاز هو بخيت جميل. شوف بوزو يسجل عشرة القرين ثمانية. الجار سلمان هاد السيل نزول سالم الخبرة نزول سالم مفرح قلت لك عيال مفرح ما شاء الله. سلمان برافو تحرك من غير كرة لكن وين يم تحرك من غير كرة لكن توصيب الكرة شوف هني وصل الكرة إلى السماج بهدوء ويسجل السماج. هذا السماج برافو برافو سلمان السماج. فاست بريك دائما نتكلم عن سلاح كرة اليد والفاست بريك. هداعش لقرين ماني الجارة 16 دقيقة داخلين عليها. سالم فرع راح ينفذ حسين عايد صار بالجناح. وهذه كرة شوف هاي كثرة الأخطاء ترد عليك. برافو يا حسين برافو يا حسين برافو يا حسين عايد. وقف الهجمة وقف الهجمة حسين عايد وقف الهجمة. شوف هني شوف هني ما فيها شيء. شوف ما فيها دقيقتين. نعم وقف الهجمة. شكرا لمخرجنا ومصورينا مخرجنا عادل أنس والمصورين متواجدين معانا أيضا والإخوان اللي بالسيارة والخوات اللي معانا أيضا بالسيارة جنود المجهولين. هذه كرة شوف الأخطاء البسيطة. ويا سلام عليك يا السماج برافو سلمان سلمان السماج الجناح. شوف بوزو وصل الكرة خاطئة لكن مسلم 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 أحمد يقول حق السماج تفضل بهدوء ويسجل هدف رقم 12. استفاد نادي القرين من أخطاء الجهرة. طبعا القرين في الدوري الممتاز على فكرة يعني الجهرة هو الفريق اللي في الدرجة الأولى. حمود ما شفنا حمود ولا شفنا تصويباته. سالم فرح شو اللي حاصل. دقيقتين بوز دقيقتين بوز دقيقتين. سالم السبتي سالم السبتي يقول له دقيقتين يقول له مسك ساحب. خل شوف هني 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 شوف شوف السحب كان في سحب هناك. توصيل الكرة النقص العددي هل يستفيد الجارة. سالم فرح سلمان حمود إلى الجناح مبارك يا سلام. بالغامم ثاني كرة ثاني كرة
مبارك بندر، مبارك بندر ثاني كرة من الجناح ما يسجل. ترجع الكرة لقرين، تدخل على 18 دقيقة النقص العددي. لقرين غير حارس مرمى يا كر، من غير حارس مرمى يا مسلم. على فكرة يعني هو اللي استعجل مسلم، يعني في وقت هو خروج اللاعب المستعجل خايف يعني ان حارس مرمى ايضا ما يكون متواجد يكون نقص عدد. يا سلام يا سلام، ورمية جزاء وفي دقيقتين في دفع سماج، برافو يا سماج. شوف الاعتذار، الاعتذار من سلمان، شوف الطريقة الجميلة، لأن دخول كانت داخل المنطقة مع الدف. رمية جزاء محمد مدو، مثل ما قلت استعجال لاعب القرين بالخروج. رمية الجزاء ينفذها حسين، حسين عايد صوب، حسين عايد على مشعل الشطي الخبرة حارس مرمى أيضا، هذا مشعل الشطي حارس مرمى. شوف حسين عايد يسجل، نعش القرين تسعى الجارة، طلع الدقيقة 19 النقص العددي في صفوف القرين. التصويب، التصويب من بعيد، لكن حارس مرمى صاحي يا مصر، حارس مرمى صاحي، وهني وصلت. هالمرة سجل، هالمرة سجل، لكن مو من يعني الجناح، من الباك، يعتبر من الباك. شوف مبارك بندر، مبارك بندر يسجل، وبرافو للجارة، سجل هدفين الجارة، استفاد من النقص العددي. بوزو راح يعوضها، بوزو هل يعوض بوزو الدقيقتين اللي خذاها من الحكم؟ وهني دخول خاطئ، دخول خاطئ على مسلم. هنشوف، نشوف هني مسلم، يقول حكم دخول خاطئ على مسلم احمد سلمان. يا سلام يا سلمان، لكن برافو حراسة المرمى، برافو، تحمل تحمل تحمل، تضيع ترد عليك عكسية، ما بيروح وتعال، برافو للقرين. شوف هني سلمان بروحك، لكن حراسة المرمى، برافو الشمري والفاست بريك السلاح العالمي، يسجل القرين الهدف رقم 13 آخر 10 دقائق. سالم يتجه للعب الفردي، سالم فرح، سلمان، حمود خليف ما شفنا تصويباته، سلمان في خطأ، في خطأ، في خطأ. لصالح الجهرة، سالم راح ينفذ. اوه قلت لك، انا قلت لك، قلت لك، قلت لك رقم 8 حمود خليف خطير، والسماج والفاست بريك، برافو سلمان. حمود، حمود خليف يطلق قذيفة، سلامات، سلامات لاعب الدائرة. هني الفاست بريك، نعم السرعة، الفاست بريك والهدف السريع، لكن شوفوا هني هذا اللاعب اللي قاعد يتكلم معانا عنه، شوف قذيفة يطلقها حمود خليف ويسجل هدف رقم 11. سلامات، سلامات عبد الله حميد لاعب الدائرة.
سلامات عبد الله حميد. وقع الركبه سلامات. محمد مدو. أربعتاعش القرين، 11 الجارة. مبارك سلمان راح ينفذ. مفرح سالم مفرح كابتن الفريق. حسين عايد المتحرك. حمود سلمان ليضع كرة، وضع كرة 6 متر سلمان ناصر. هذا مطوع عبد الله مطوع لاعب دائرة يلعب الدفاع. سالم يا سلام يا سلام يا سلام، برافو 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 يا سالم مفرح. هل دقيقتين؟ اتوقع دقيقتين دقيقتين. نعم محمد مدو، محمد مدو سحب من شوفيني تمويه والخداع. يا سلام يا سلام، خبرة السنين يا سالم، خبرة السنين يا سالم فرح. طبعا سالم اخوه ايضا سعود مفرح ما شاء الله، لاعب سنتر كان اللاعبين ايضا الاذكياء خاصة في الخداع. هذا ايضا هناك اخوه احمد مفرح لاعب نادي كاظمة، ومحمد مفرح ايضا موجود في برقان، عيال مفرح كان قبلهم سعد مفرح لاعب الجهرة، وكلهم على فكرة نواف ونايف كلهم كلهم لاعبين نادي الجهرة، لاعبين نادي الجهرة. ثم أصبح الانتقال، وهاي رمية الجزاء حسين عايد. حسين واللب وين يا حسين؟ لب خارج المرمى. الله يحفظهم عيال مفرح ومساعد دكتور مساعد، حاليا هو إداري بنادي كاظمة دكتور مساعد فرح. كرة مع القرين، الجدي رجل لرجل مع بوزو المحترف مونتينيغرو، رجل لرجل الجدي بوزو، هذا اللي كان مراقب رجل لرجل هو اللي سجل، وابتسامه بعد يبتسم لي يبتسم بعد، يعني واضح ان هروبه من الرقابه على طول سجل هدف. سلمان سالم بعد ما اضاع رميت. يا سلام يا سلام، برافو برافو برافو. شوف يعني اللعبه واضحه، الجهره ضغط والكروس الجميل من سالم والضغط القوي من خليف حمود الى فهد السهيل على الدائره. شوف هني شوف هروبه من مع الابتسامه. وين اسمي بالابتسامه؟ كنا نبي ابتسامته. وهني ايضا اختراق الدفاع السهل، خلاص دفاع سهل يكون عندك يعني فرج. شوف شوف الدفاع السهل، شوف خلاص في ثغره الاختراق تسهل لي مهمه الخطه، ما له داعي اسوي خطه إذا أنت تسهل لي المهمة. يا سلام هذه كرة اليد، لكن يا حسين شوف لاعب ذكي بصراحة، لاعب ذكي تحرك من غير كرة. خلينا نقول شوف 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 تحرك، نعم لكن اللب النهاية كانت يعني لصالح حارس المرمى، لصالح حارس مرمى القرين. بوزو مسلم الى الجناح، الى الجناح السماج. هالمره ضيعته يا السماج، هالمره ضيعته، ضيع الكره. سلمان اخر 5 دقائق من زمن الشوط الاول، ندخل على اخر 5 دقائق. سالم
سلمان دفاع 6-0، الجريد 16، الجارة 12، الخطير حمود إلى سلمان، حراس مرمى يا سلام، محظوظ 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 فيها محظوظ فيها، يعني صادها هو صادها، لكن يعقوب محمد محظوظ، يعقوب يسجل، يعقوب محمد هدف رقم 13. بوزو لاعب مونتينيغرو المحترف شوف يطلق قذيفة على الثبات، برافو بوزو. هني اتوقع الكرة اللي تصدى لها حارس مرمى، مخرجنا اللي فتن موانا، هذه اخطاء تصير على فكرة، يعني هذه اخطاء تصير، لكن الشيء الجميل عزيزي المشاهد انك قاعد تشوف الاخراج، قاعد تشوف التصوير، قاعد تشوف اللقطات، ودائما احنا نتكلم ونقول الخطأ خطأ والصح صح، والحكم يعني انسان مثلنا يخطأ، اي نعم في اخطاء، وهذه احد الاخطاء، وهذه الشغلات يعني تكون موجودة ايضا في بطولات عالمية، لكن هنا التصويب هني وفي دقيقتين اتوقع، نعم دقيقتين الجدي دف هني، عيدها لنا ايضا يا مخرجنا، خل نشوف، يعني احنا دائما نتكلم، ما في شيء ينخش، كل شيء راح تشوفونه، راح نعلق على، شوف الدفع، نعم دفع في دفع محمد الجدي، دفع يعني كرات صد لها محمد الشمري، لكن في أخطاء تصير. سالم دير بالك يا سالم، حكم لا تضحك معاهم، لا تغشمر معاهم، اي ما في تمثل او هذا تاخذ لك دقيقتين. وبوزو الى الدائرة ويا السلام على ورمية جزاء، يا السلام على بوز، وصل كرة الى العربيد، رمية شوفيني بوزو توصيل الكرة، رمية الجزاء راح ينفذها بوزو ويصوب ويسجل على فهد العيدان، فهد العيدان شوف يسجل بوزو. على فكرة اليوم أيضا الصربي غير موجود، لكن برافو لسلمان، هنا اختراق سلمان ناصر يخترق، أيضا غياب نيكولاي غير موجود اليوم، الصربي في صفوف نادي القرين، فقط بوزو والمتواجدين سلمان الاختراق من دفاع القرين ويسجل، راح ندخل على اخر دقيقتين، القرين 18 الجهرة 14، طريقة دفاعية 6-0 للجهرة، قادر القرين يخترقها، سواء عن طريق اليمين، دائما اتكلم الجهة اليمين هي اللي صوب سالم، هي مصدر القوة عند نادي القرين الاختراق او توصيل كره، طلب وقت مستقطع مدرب القرين عمرو الجيوشي، نيل الجهره مدرب الجهره محمد سليمان ومساعده يحيى حسين، هني الكابتن عمرو الجيوشي، هذا اللاعب الخطير المنتخب المصري، المنتخب المصري لاعب في كاس العالم وايضا في البطولات الافريقيه، احد نجوم كرة اليد المصرية، هني كابتن محمد سليمان مدرب الجهراء محتار، مع ان الفرق يعني بسيط، بس برافو لان هذا الفريق يلعب هو في الدوري الممتاز وهني بالدرجة الاولى، فيعني الجهراء الكرات اللي اضاعها السهلة خاصة بعد تصدي حارس المرمى القرين مش محمد الشمري، نعم كان ممكن يكون فرق تعادل، النتيجه متعادله، وهنا بوز، او بوز
فوز وحاول يفاجئ وهني المرمى فاز. ويا سلام يا سلام يا سلام على هذا الهدف بندر. هل هو بندر؟ اي نعم بندر الظفيري. بندر يا بندر، برافو يا بندر، شوف الاستعجال يعني بندر. يا سلام يا بالملي بالمليمتر بالمليمتر. وني التصويب الغاب وترجع حسين عايد في وقت، لكن في وقت. هل يستعجل ايضا الجارة؟ اخر دقيقة 15 الجارة 18 القرين. فهد السهيل وينك يا فهد السهيل؟ هذا فهد السهيل الدائرة راح يحتاجونه، انا متأكد 100% راح يحتاجونه. شوف سلمان يبون ياخذون الوقت، راح يكون لعب سلبي، راح يكون لعب سلبي. فهد السهيل انا اقول راح يستفيدون منه، والله ماني غلطان. اذا انا غلطان يا مخرجنا قول لي انت غلطان. ماني غلطان، انا قلت انه راح يستفيدون منه، لكن الاستفاد هذا النجم اللي هو يعقوب بهدفين. نعم نعم برافو يا يعقوب 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 محمد يعلق له وحده، وبرافو للجهره. وني مسلم ما في شيء بالقوه، في دقيقتين تاخذ حقك تاخذ حقك تاخذ حقك وخلاص. توقع اخر ثانيه راح تصوب، تاخذ حقك. كابتن الفريق سالم فرح، شوف يا سالم الكاميرا قاعده لك والمخرج، والكاميرا الثانيه قاعده حق مدو، يعني كل شيء واضح. وتالي الليل شوف المباراه وراح تقول نعم استحق الدقيقتين. هذا سالم فرح، خلاص تصويبه واتوقع تصويبه ام راح يرجع كم ثانيه. محمد مدو مع سالم سبتي، ايش عندهم؟ مع مسلم احمد، توقع راح يهد الكره. ليش يهد الكره هني؟ ما يخالف، خلينا نتكلم عن النقطه. ممكن يحوش واحد براسه راح ياخذ كرت حمر على طول. شوف لازم تتنفذ، لازم تتنفذ الكره، لازم تتنفذ. يعني اي تصويبه بوي اي لاعب او براسه راح تاخذ كرت حمر. صوبها قال يمكن اسجل منها، لكن خلاص. شوط اول، شوط اول بين الجهره والقرين، تفوق القرين نتيجة 18-16. خلونا ننتقل إلى استوديو التحليلي مع زميلي عبد الله حسين وضيوفه الكابتن خالد حسين والكابتن محمد فلاح. تفضل كابتن عبد الله حسين.
شكرا للزميل عيسى العبد قدوس. اذا الشوط اول القرين يتقدم على الجهره 18-16 بفارق هدفين، نسبة تسجيل عالية بالنسبة للفريقين والقرين بشكل خاص، 18 هدف في شوط واحد. كابتن خالد، القرين فرق اثنين في هذا الشوط. شوط انا اشوفه متكافئ نوعا ما، يعني على الامكانيات اللي موجودة من فريق نادي الجهرة، وحتى القرين اليوم شفنا الفريقين الصفوف كلها لاعبين شباب، لاعبين صغار، يعني مدربين، يعني مدرب القرين نوعا ما مشرك جميع اللاعبين الصغار اللي موجودين، بعد نشوف حتى لاعبين نادي الجهره لاعبين شباب صغار. مباراه سريعه، نتيجه كبيره 18-16. الشيء المفرح انه قاعد نشوف لاعبين شباب صغار قاعد نشوفهم يلعبون داخل الملعب، ما شفنا المباراه، لان الفريقين نوعا ما خروجهم من المنافسه تقريبا صار بشكل 80% 90% خروج، فالمباراه كانت اشراك اكثر عدد من اللاعبين. اليوم الابرز كان نشوف من فريق القرين فرج السالم، اليوم هو كان تسجيل اكثر كان له، حراسه مرمى الجهره الحارس كان موفق نوعا ما. على طار يعني بندر الضفيري حارس الجهره، امانه يعني هذه ثاني مباراه لعب، مباراه مع الكويت قدم مباراه ممتازه، اليوم ايضا يقدم مستوى جيد وسجل بعد هدف من بعيد يعني. فكان متالق، نعم كان متالق الشوط الاول، فشفنا اليوم حتى اللاعبين الشباب اليوم من الفريقين قاعد يحاولون يؤدون مباراة ممتعة، مباراة ممتازة. فأنا أتوقع المباراة راح حتى الشوط الثاني راح يكون فيها الندية هذه، ولكن بالنهاية تفوق القرين لخبرته في نوعية من المباريات. كابتن محمد، غالب والطابع على المباراة الهدوء، اللعب على الراحة، ما في ضغط نفسي، فبحكم وضع الفريقين فمجمل المباراة يعني لاحظ حتى نسبة تسجيل عالية، فالكل يعني قاعد يلعب بأريحية. اي القرين وجود اليوم نادي القرين هو جاي من خسارة وفقد الأمل يعني على ما اقول على الورق، لأن صعب انه يتغلب على نادي الكويت. اليوم شفنا نادي القرين محترف واحد فقط، شفنا غياب بعض اللاعبين الأساسيين، شفنا الأداء في بداية الشوط أداء يعني بارد نوعا ما، يعني ما كان الجهرة عكس، يعني جهرة جاي بيلعب بيستمتع، فشاف النتيجة انه ممكن يعمل شيء. اليوم انا ايش قاعد افكر فيه عبد الله، افكر انه لو الجهرة عنده محترفين، لو في الجهرة حاليا في محترفين اثنين جيدين ممكن ياخذ المباراة. بس وين بيروح يعني؟ انا معاك، انا بيتأهل من المجموعة هذه لو كان المحترفين سوبر، انا استقطبتهم فقط للكاس. هذه لو من يجيبك الحين المشكله، هذه لو المفروض انت جايبهم حق الدوري، انت اليوم بالكاس، فاغلب المحترفين او اذا بتجيب بعد الكل عنده عقود مع انديته، فاهم يعني؟ الحين انا يعني اذا ما جبت في بدايه الموسم يعني معناته يروح علي باقي الموسم ما اقدر. هو خلنا نقول شيء، اليوم يعتمد انت سياسه كل فريق، يعني انا اليوم شنو استراتيجيه نادي الجهره؟ هل اني اشارك فقط؟ والدليل واضح انه كان يشارك، لان هو بالدوري الدرجة الأولى وما استقطب محترفين، فما نافس على الدوري الدرجة الأولى عشان يصعد، فما بالك بيجيب الكاس؟ هو عارف إمكانياته وعارف أنه سيخرج، وبالتالي ما راح، ما أعتقد. طيب حتى لو بيجيب محترفين نظام البطولة وراح يلتقي، يعني لو مثل خروج المغلوب ممكن يجيب له يعني يلعب له مباراة سهلة، مباراة ثانية سهلة، ممكن يوصل النهائي. بس الآن الوضع المجموعات صعب حتى أنه يوصل. أي ممكن، أنا ممكن لو عندي محترفين يعني اقول لك ممكن يعني اسرق مباراه اليوم، اسرق مباراه الصيبخات، يعني احط لي امل الى يعني الى متى واحنا هذا الوضع، ان انا فقط للمشاركه الى اربع خمس انديه في المتذيلين الترتيب الدرجه الاولى، الى متى انا نفس وضعي يعني؟ انا اقول لك متى اليوم قرار هذه الامور هذه قرارها بيد الادارات. اليوم نادي الساحل الاداره السابقه اخذت قرار ان الفريق ما يشارك، مع الانتخابات الجديده الان والاداره الجديده قررت ان الفريق يشارك، فكل قرارات معتمده على الاداره، هي تحدد يعني استراتيجيات الفرق، شنو تبي؟ شنو وين تبي توصل؟ يعني فانا معاك، انا معاك، بس انه لازم اليوم الادارات تلتفت حق اللعبات هذه. طيب اكيد لازم تلتفت، ولازم يعني في اهتمام اكبر في يعني في 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 كل ما انا والله ما بدي اقول، لا تقولها يعني، لا تقولها، لا ما تغير شيء، لا تقولها رجال ما راح تغير شيء. اي لان انت طول سنين انا نشوف نفس الترتيب الاخيرين نفس ايش قلت لك انا، هو يرجع انت اليوم اذا انت يعني انت حسيت فيها كم سنه اليوم فريق الجهره او التضامن او الشباب بنفس الموقع، نفس اول الساحل بنفس الموقع صح؟ اي
تغير شيء من 10 سنوات؟ ما تغير شيء. من 15 سنة؟ وين من اللي غير؟ الإدارات لازم تغير. إدارات بعدين تحط لها ستاف فني، تحط لها خيارات. عبد الله اللاعبين لما يطلع عندك لاعب بارز يتعبط، دائما خسران، دائما فرق، دائما فريقي مو كامل العدد، دائما مباريات ضعيفة، حتى اللاعب المميز يحبط، يقوم يعني يبحث عن انه يخرج من النادي، واذا ما حصل يقعد بين. كم لاعب انتهى اليوم شفناه في نادي الشباب ولا الجهره ولا التضامن ولا عرفت يعني، في لاعبين خامات جيده ممكن ما اخذوا فرصتهم اكثر، ولكن خامات جيده اليوم ما قاعد نشوفها. فهذا الموضوع لازم تصير لفته يعني من التفتوا له الادارات الانديه، لان احنا ودنا اليوم دوري. اليوم انا اقول لك الكاس قوي، الكاس حلو طريقته، لكن الفرق درجه اولى خربت الكاس، يعني ما اعطت حلاوه الكاس. احنا شفنا بكل بدايه المباراه كلها فارق واضح، هم الثمان فرق اللي بالدرجه الممتازه هم الله يسعدهم. صحيح. لذلك يعني كل ملامح القرعه ان الاول والثاني من كل مجموعه واضحه، باستثناء يمكنها في نسب بسيطه ممكن يعني، لكن الاغلب ان هم الثمانيه راح يكونوا الموجودين. واللي نافسه عبد الله خيطان والنصر، اذا تشوف نتائج الفريقين هم الوحيدين اللي صعد، اللي تاهل خيطان والثاني من الدرجه الاولى. باقي الفرق مثل ما قلت هو الدوري الممتاز، جميع الفرق هي اللي متاهله. زين، لاحظ نسبه تسجيل بالقرين، يعني بوزو هو الاكثر تسجيلا 6 اهداف، سلمان السماج 4، فهرج السالم 5، تقريبا هالثلاث لاعبين عندهم 15 فريق، اكثر من 80% من تسجيل فريق القرين معصور ما بين هالثلاث لاعبين. اي ما شفنا القرين اليوم قاعد نشوف حتى طريقه لعبه حتى بالناحيه الهجوميه اليوم قاعد يعتمد بس على الخط الخلفي. حتى فرج السالم اللي يعني شوف سجل اكثر من هدف من الجناح، المدرب طلع برا لعبه من ناحيه من الباك، لان الكره نوعا ما قامت توصل له. اليوم المباراه اللي شفناها بالشوط الاول بوزو فرج السالم سلمان السماج فقط، يعني الأجنحة ما شفنا. بالمقابل نفس الشيء الجهرة قاعد يلعبها تقريبا على الخط الخلفي، خليف والضفيري فما نفس العملية، عشان كذي صار اللعب متشابه نوعا ما بالشوط الأول. السرعة تسجيل الهدف فاست بريك السنتر السريع ويرد الجهرة نفس العملية. فاليوم الفرق مثل ما ذكرته عبد الله، يعني اليوم الفرق هذه يبي لها تجديد، يبي لها فكر جديد من 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 مجالس الادارات، يبي لها لاعبين جدد، تعاقدات مع مدربين على مستوى عالي، مع محترفين مستوى عالي. اذا بدك وين المشكله حال ان حتى الفرق 17 و19 نفس الوضع اغلب، فهذه مشكله. يعني ما تقول يعني انا قاعد اقول لك هي بالنهايه مجلس اداره، قرار مجلس اداره يبني عليه استراتيجيه معينه في تطوير الفرق. هل انت اليوم تبي تشارك فقط ولا تبي تعد فرق بالمستقبل ولا تبي تنافس؟ هذا القرار اللي يحدده. انت تبي تشارك فقط صح؟ كم سنه بتشارك فقط؟ صار لك كم سنه تشارك؟ المفروض انه خلاص الانديه هذه عطني لعبه مميزه فيها، يمكن تلقى لعبه واحده من ثمان سبع لعبات. هو الفكر الاداري، هو تغيير الفكر الاداري مطلوب. احنا نطمع ان يكون في عدد اكبر عشان نطالب في نشوف لاعبين. اليوم في لاعبين بالجاهره ولاعبين بالساحل، ممكن يعني مع الايام يطلع لك لاعب طالب انه يروح منتخب، ممكن هذا يعني يصير في تغيير ان شاء الله. شكرا كباتن. اذا مشاهدينا مره اخرى نعود للزميل كابتن عيسى القدوس ومجريات الشوط الثاني مباراه القرين والجهرة اللي متقدم فيها القرين بالشوط الأول بفارق هدفين 18-16. تفضل كابتن عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي عبد الله حسين وضيوفه بالسيد التحليلي الكابتن خالد حسين والكابتن محمد فلاح. 18 القرين 16 الجهرة، سمعتوا حديث اخوانا بالاستديو التحليلي عن مجريات الشوط الأول. وهذا محمد مدو والبدايه صافرت محمد مدو. محمد مدو طبعا معلقنا ايضا معلق متالق. كره جهراويه، مبارك وسلمان وحسين السنتر، وهذا حمود خليف، وبالجناح اللي سجل هدفين اللي هو تكلم عنه يعقوب، هذا حمود ودفاع قوي. النقص العددي في صفوف نادي الجهرة. هل توصل كرة حق يعقوب؟
اقول حمود 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 اللعب الفردي حمود خليف اللعب السلبي اللعب السلبي راح يصوب راح يصوب راح يصوب واستغل خلاص استغل بطء مدافعين نادي القرين على طول سجل حمود فارق هدف فارق هدف 18 القرين 17 الجهرة 17 الجهرة 17 الجهرة سجل حمود هذه كرة مسلم وين وين التصويب يا مسلم أحمد التصويب خارج شوف هني استغل بط مدافعين ما تلام يا فهد عميري كرة مع حسين حسين عايد شو الخطة خليف الضغط شوف الضغط حسين حسين يبي يوصل كرة ليه يا سهيل يا فهد سهيل يا حمود خليف إذا حسين رقم 13 وصل الكرة اللي أنا قاعد أتكلم عنها الضغط نفس الطريقة شوف 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 هني لا هني عند حمود هني عند حمود حسين إذا يرجع مرة ثانية بنفس الأسلوب يوصل الكرة أكيد حق اثنين فقط يا حمود خليف يا فهد سهيل واضح لكن ما يوصل الكرة بطريقة صحيحة هني حمود 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 أوه. سلامات 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 طبعا لا احد يسالني عن قانونيتها انا مو حكم انا ادري بحارس المرمى تصويب تصويب شوف شكرا اخوان المصورين شكرا لمخرجنا شكرا على اللقطات الواضحه ماني عارف انا قانونيتها هل في قانون انه ياخذ دقيقتين لانه متحرك وليس لعبه ثابته أنا ما أدري أنا عارف في ال 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 بالخطأ بالتصويب من 9 متر مثل ما قلنا في إذا في فاول نعم سلامات بوزو سلامات بوزو ما في دقيقتين شوف ليش ما في دقيقتين عرفت لأنه راح يطلع ثلاث هجمات راح يطلع ثلاث هجمات القانون إذا دخل الأخصائي العلاج الطبيعي إذا دخل ثلاث هجمات كاي 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 أصابع أصابع محمد مدو واضحة ثلاثة جمال. شكرا يا مخرج شكرا على اللقطة شكرا وياي اول باول نعم شوفيني شوفيني وداخل المنطقة ايضا يعني بعد يعني اوه تصويب هالمرة من حمود باستعجال تصويب من حمود باستعجال ما كان فيها لعب سلبي الجدي الحاضر الغائب هذا محمد الجدي اليوم في فريق القرين محمد الجدي شوف لاعب خالد السعد رقم اثنين شوف خالد هذا وين الجدي عطيته كرة في دقيقتين في مسك في مسك محاور في مسك يا العربيد هذا العربيد محمد العربيد الجناح يتكلموا عنه اخوان مسيرة التحليل تسجيل الاهداف ولاعب الدائرة عصف لاعب الدائرة العربي يسجل اهداف هني نزول سالم فرح النقص العددي النقص العددي سالم حمود الى فضاوة لكن توصيل الكرة في فضاوة مساحة كبيرة لكن توصيل الكرة توصيل الكرة من سلمان لو يوصل الكرة لمبارك بندر راح تكون عنده مساحة كبيرة وفضاوة كبيرة يعني راح تشوفونه شوفوا المساحة شوفوا المساحة هناك شوفوا هناك شوفوا هناك المساحة شوفها 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 شفت هذا اللي أنا أتكلم عنه هذا اللي أنا قاعد أشرحه لكم عزيزي المشاهدين هذا الكلام المسافة هذه يعني شوف حمود وصل خلاص مساحة كبيرة نعم حتى سلمان ناصر لو يوصل الكرة اتوقع مبارك بندر راح يكون جاهز لأي كرة التعادل العادل بين الفريقين
عادل عادل وهني ما فيها شيء، يقول له ما فيها شيء، هذا فرج سالم وصادها هالمرة. لا 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 هالمرة صادها فهد العميري. فهد العميري شوف مو كل مرة يا بندر، هالمرة العميري هذا العميري فهد العميري، وهذا بندر الظفيري تحدثوا عنه الاخوان بالسيد التحليلي ثاني لقاء مكان لقاء مع نادي الكويت ايضا. كرة مع سالم فرج سالم وصيل الكرة وحارس مرمى برافو حراسة المرمى كرة سريعة برافو يا بندر برافو يا بندر على هذه الكرة هي اللي راح تخلي نادي الجارة يتقدم على القرين نفس العددي ونفس الطريقة ونفس الأسلوب يا حمود إلى الجناح الثاني حسين عايد ويا السلام على الجارة. شوف الجارة الشوط الأول كثرة اعتماده على الخط الخلفي، الحين شوف حمود الخليف قاعد يشكل بالتمريرات، عطه كرة حق مبارك هذا حسين عايد يسجل هدف بالجناح. هني شوف ناصر خبرة مدرب حراس مرمى ناصر الهاجري بالقرين زور رقم 93 حسن كرم ايضا. ما في شيء دفاعين الثانية ما فيها دقيقتين، دفاعين يدافعون عليك ما في دقيقتين زين. شوف اذا ما في غانم شوف اذا ما في قرار دخول الدكتور علاج طبيعي خلاص دفاع ما في روح تعال دفاع. راح ينفذ التصويب يا الجدي التصويب يا الجدي التصويب وبلوك فهد السهيل فهد السهيل وسلمان ناصر مسوين عمايلهم في منطقة الوسط في دفاع نادي الجارة بالبلوك ودفاع الغوي. شوف خلاص شو يصير هني يصير الجناح يصير عندي أهم الجناح إذا أنا ماني قادر وبالأخطاء لكنه في خطأ على حسين عايد أتوقع نعم خطأ هذا حكم سالم السبتي واللعب سلبي. أوه التصويب من كرم التصويب كان من حسن هذا حسن كرم يصوب بعيده يا مخرجنا نبي نشوفه شوف لا يا ريت اذا في زاويه ثانيه شوف مو قول نعم يا محمد مدو نعم محمد مدو قرار صحيح كان واضح والحين يقدر يتجه حتى الى يعني يشوفها مره ومرتين راح تنعاد له عشان ياخذ القرار الصحيح. الجارة يتقدم على القرين 7 دقائق من زمن الشوط الثاني. حمود لكن دفاع قوي من فرج السالم اللعب الفردي حمود خليف اللعب السلبي هوائية لكن راحت لمبارك ويا السلام عوضها بدل لا تصير هوائية قال خلها لي بالجناح وانا اسجلها ونعم ويسجلها وفارق هدفين وهنا يبوز التصويب ويا السماء يا السماج يا سلام برافو السماج اللي سواه حسين عايد بالشوط الاول وقلنا يا سلام سواه الحين السماج ايضا سلمان شوفني كانت هوائية لكن مبارك بسهولة مبارك بندر يسجل القرين 19 الجارة 20 القرين 19 الجارة 20 ومبارك سالم أوه يا سالم كان يبي يوصل الكرة لمبارك كان يبي يوصل شوف توصيل خاطئ خلاص ترد عليك يعني ما فيها روح وتعال ترد عليك الكرة على طول
اذا ما تسجل. شوف الفاست بريك. التعادل 20-20 بين القرين والجارة بعد ما فرق الجارة فرق هدفين. سلمان سالم سالم يا سلام يا سالم، لكن في خطأ في خطأ في خطأ. صالح سالم سلمان ومبارك ومبارك هالمرة لا هالمرة لا هالمرة لا. راح ندخل على 10 دقائق القرين والجهرة 20-20 للفريقين. الجدي محمد يا محمد يا محمد يخترق محمد يخترق محمد الجدي. شوف سهولة الدفاع ما في مساندة صعوبة ويسجل يعود القرين فارق فارق هدف 21 وهني محاولة اختراق. يا سلام يا سلام على منو؟ يا سلام على رقم 27 اللي هو نواف اللي ما استسلم. نواف مفرج ما استسلم وصل الكرة حق حسين عايد، لكن حسين عايد يبي يخترق يبي يخترق. شوف هني سلمان سلمان ورمية جزاء رمية جزاء رمية الجزاء سلمان. شوف راح ينفذ رمية الجزاء. هل هو وسجل اللي هو علي علي عادل علي عادل متخصص رميات الجزاء في نادي الجار متخصص متخصص في رميات الجزاء. كرة مع الجدي. يا سلام يا الجدي يا سلام يا الجدي يا سلام يا سلام يا محمد بالخبرة محمد الجدي خبرة خبرة خبرة. شوف شوف تهويش. يا سلام عليك يا الجدي. 22 القرين 21 الجهرة 11 دقيقة في خطأ جمتار 9 متر سلمان حسين نواف دفاع المتقدم هو الهروب من هذه الرقابة هدف هروب من هذه الرقابة هدف إلا إلا حارس مرمى عاد. شوف الأخطاء الأخطاء هذه هي اللي توسع الفارق. شوف الأخطاء أيضا هني خطأ الجدي أخطاء كثيرة من الفريقين صراحة. هذا حارس المرمى بندر الظفيري أكيد الحكم هو اللي يتأكد من كرة الملعب إذا فيها شيء واللاعب طبعا يعطيها الحكم يتأكد منها. شوف الدفاع المتقدم طريقة 4-2 الجهرة ممكن يكسرها طريقة 4-2 ينزل حسين عايد أو واحد من الأجنحة لكن شوف الجهرة وين في منطقة الوسط راح ترد عليها ممكن عكسية. شوف 4-2 هذا 4-2 شوف سالم نزل نزل جناح مثل ما قلت ينزل أي لاعب من الجناح رمية جزاء رمية جزاء سالم
عميق الجزاء. شوفوا لي، شوف من وين الدفاع، من وين الدفاع، من كرم حسن كرم، نعم نعم، صادة محمد مدو. والمتخصص علي عادل، كرة مع القرين، جدي، نعم يا الجدي، رمية جزاء، الجزاء. راح ينفذها بوزو، ونزول حارس مرمى، اتوقع عبد الرحمن جبر رقم واحد، نعم عبد الرحمن جبر. يصوب ويسجل. هل في طلب وقت مستقطع؟ نعم طلب وقت مستقطع. الجهرة طلب وقت مستقطع، الكابتن محمد سليمان، ساعده يحيى حسين، اداري الفريق عبد الله الشمري، وايضا هذا رشدي محمد معهم. الوقت مستقطع قبل جاره، راح يدخل على اخر 15 دقيقه زمن هذا اللقاء. المجموعه الثانيه اللي تضم القرين، الجاره، والكويت والصليبيخات. مود خليف حسين، مود فاقوي، فاقوي مود خليف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ولد خليف. عيد انا بنشوفه، شوف المهاره الفرديه، شوف عقليه يعني اللاعب، عارف انه يعني شوف، راح تشوف المهاره الفرديه عند هذا اللاعب كانه عارف. واللي شوف عاده لنا ايضا، عاده بوزو ايضا هنا، نعم واحدة بواحدة مثل ما يقولون، شوف واحدة بواحدة، واحدة بواحدة هني، شوف يا سلام يا سلام. قال له انت وين وانا وين، برافو يا حمود خليف، وبرافو ايضا للمحترف بوزو. داير ما استلمها وبوزو ويا سلام يا بوزو، وهدف هدف. ليه فاست بريك، السلاح اللي يستعمله القرين هو افضل من الجهراء. الجهراء نادر ما يستعمل الفاست بريك، لكن القرين قاعد يطبق الفاست بريك على مرحله ومرحلتين واكثر من مرحله. 25 لجرين، الجاره 23. الاخطاء وهني ايضا، هل راح يكون في خطا؟ لا لحق عليه والى الدار، ويا سلام، وهدف يسجله كرم حسن كرم، هذا حسن، برافو يا حسن، برافو يا حسن.
لكن المعلومات اللي عندي ما يخالف يعني ان هذا اللاعب هو حسن كرم، اتوقع هو لاعب منتخب الناشئين، اتوقع حسن كرم اللي راح توصل له الكره الحين، اتوقع يلعبونه لابوزو. خلينا نشوف بعد اذا بوزو سامعني يوصل الكره، وصل الكره. اي والله نعم هذا هو، هذا حسن كرم، اتوقع لاعب منتخب منتخبنا الناشئين. شوف الجهره، كثره الاخطاء من لاعبين الجهره، استفاد منها القريل، يعود فارق 3 اهداف، نتيجه 26-23. بوزو كرم، كرم دير بالك يا كرم، شوف محمد بدوي يقول لك دير بالك اذا صفرت لا تلعب. هذا كرم، نعم نعم. وهني بوزو، بوزو بوزو يسجل، بوزو برافو. كرة مع جهرة، حسين عاي، تصويب يا حسين، ترد الكرة، أخطاء الجهرة كثرة، أخطاء الجهرة بكثرة، هني أيضا خطأ، هني أيضا خطأ، تصويب الخاطئ من السماج وسالم فرح وسلمان، برافو سلمان يسجل، برافو يا سلمان، سلمان ناصر يسجل فاست بريك. شوف سلمان، هدف من سلمان، ترجع الكرة للقرين، آخر 10 دقائق، آخر 10 دقائق، نحن ندخل على آخر 10 دقائق، 27 القرين، 24 الجارة، من التصويب. فريقين كثرة أخطائهم صراحة، فريقين كثرة أخطائهم، كثرة أخطاء الفريقين. تعود الكرة إلى الجارة، آخر 10 دقائق، 27 القرين، 24 الجهرة، سلمان إلى حمود، حسين، هذا حسين، شفتوا هني غلة اللياقة تأثر، نعم غلة. يا سلام يا سلام، برافو برافو، كرة له، يقول له يقول له له محمد مدو يقول، وهذه دقيقتين يا ابو، هذه دقيقتين، يقول الكرة له، لكن خل نشوفه. بوزو شوف هني، صد لها، صد لها منو خذاها قبل؟ ها يعني القرار عند محمد مدو اللي شافه، يعني لا عندي انا ولا عند مخرجنا ابو انس، عنده هو اللي شاف، هو القريب يعني عند الكره، واعطاه دقيقتين لانه خلاص لا ترى، لا ترى، لا ترى، خلاص خلاص لا ترى. شوف هني خذاها قبل، شوف سالم النقص العددي، يا سلام عليك يا سلام. لكن هني حارس مرمى العميري، فهد العميري، برافو يا فهد، برافو يا فهد، كرة كانت لحسين عايد بالجناح، سالم، سلمان، دخول خاطئ، دخول خاطئ. شوف 5 لاعبين ما وصل الكرة بالطريقة الصحيحة، 5 لاعبين ما وصل الكرة بالطريقة الصحيحة، دخول خاطئ هني، هذه التمريرة الأولى، هذه اللي أضاع حسين تصدى لها، حارس مرمى العميد. رجل لرجل مع الجدي، مد الجدي، حسن كرم، فرج سالم، فرج فرج يا فرج، حارس مرمى، حارس مرمى، الفاست بريك يا حسين عايد، مرمى فاضي، يا سلام يا سلام على حسين عايد، يا سلام، برافو برافو حسين عايد،
شوف صدي من حارس المرمى بندر وني هني. برافو يا حسين يا عايد يسجل 27 لقرين 25 الجارة ندخل على آخر 7 دقائق وقوي من سالم التصويب خارج سالم فرج السالم والمرمى هاي ثاني كرة يا بندر لكن العميري الصاد ثاني كرة يصيد العميري ثاني كرة العميري يصيد بندر صار التحدي بحراس المرمى تصيد بهالكرات يعني بندر سجل اول واحدة ثاني كرة صاد العميري وثالث كرة صاد العميري سجل هدف واحد يبي يكون هداف ايضا كرم برافو يا كرم برافو يا حسن كرم هذا حسن برافو يخترق نزول توقع رقم 9 عيسى الحجرف رقم 9 عيسى الحجرف راح ينفذ عيسى راح يصوب تبادل مراكز حط الكره في عام في خطا محمد مدو حكم عيسى يا سلام لا 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 برافو يا عيسى هذا عيسى الحجرف برافو شوف خداع الامبريلا الجميلة والهدف برافو طريقة الرقابة 4-2 راح تكون خطرة على الجارة وجهة نظري نعم رمية جزاء طريقة الرقابة 4-2 أمام القرين عندهم لاعبين مهاريين هذا واحد منهم بوزو يصور بوزو ويسجل على العيدان هذا العيدان يسجل على العيدان راح ينفذ الجارة عيسى المرة له الحجرف يصوب لكن خارج المرمى آخر خمس دقائق حسن كرم فرج حاول يخترق دفاع الجهرة طريقة 4-2 بالدفاع 4-2 بالدفاع شوف طلب وقت مستقطع كابتن الجيوشي طلب وقت مستقطع هذا حسن كرم هذه بعض اللقطات والأهداف اللي سجلت
ثاني الوقت مستقطع. يطلبه كابتن الجيوشي. هنشوف اللي راح ينفذه. فريق القرين. بوزو. يا سلام يا سلام، الثقة الجميلة عند هذا اللاعب عبد الله مطوع رقم 14. هذا عبد الله مطوع. شوف بوزو، شوف ثقة عند لاعب الدائرة. هدف رقم 30 للقرين، 26 الجارة. آخر 4 دقائق. حسين إلى سالم، سالم إلى سلمان، سلمان في خطأ خارج أمتار 9 متر. يجاهل اللعب الفردي. هذا فهد حسين لاعب الدائرة رقم 19. فرح توصيل الكرة. يا سلام، هذه كرة اليد. نعم نعم، هذه الطريقة الصحيحة. لكن إذا ما قدرت، يعني إذا ما نفذتها، طيب ليش ما عيد مرة؟ شوف 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 شوف، هذه كرة يد. أتحرك من غير كرة، أتحرك من غير كرة. نعم، كرة مع القرين. تصويب بالاستعجال من حسن. حسن آخر 3 دقائق. كرة مع الجارة. فاست بريك. والمرمى فاضي، المرمى فاضي، المرمى فاضي يا حسين. يعني كان بإمكانه، شوف كان بإمكانه أحسن منها، يعني التصويبة هذه كان بإمكانه ياخذ 3 خطوات، كان بإمكانه ياخذ 3 خطوات حسين عايد، يبعد عن حارس مرمى ويلعب الكرة بسهولة. لكن خذ القرار، خذ القرار. الكرة مع فرج. فرج، فرج السالم. طريقة 4-2 ويسجل. هالمرة حسن سجل، الأولى ما سجلها، هالمرة سجلها حسن. شوف برافو. سلمان، هذه كرة اليد. نعم، توصيل الكرة. برافو يا مبارك، برافو للجهر الخط الخلفي. نواف، نواف مفرح. وسلمان، نعم شوف، نعم شوف هني ضغط من سالم مفرح إلى نواف إلى سلمان ومبارك. نعم توصيل الكرة. طريقة 4-2 صارت 5-1. غابة الجدي والاختراق والهدف من فرج السالم. شوف بالقوة، بالقوة فرج السالم يصوب ويسجل. وين حسين عايد؟ وحسين ورمية جزاء، رمية جزاء. آخر الثواني. سلمان، لكن حارس المرمى، حارس المرمى. برافو عميري، فهد عميري. خلاص أتوقع، خلاص نقول مبروك للقرين، نقول مبروك للقرين وهارد لك للجهرة. اتوقع خلاص، خلاص ما يحتاج، ما يحتاج انه يسجل. هذا عبد الله المطوع لعب اخر شيء، لعب الدائره، يلعب اساسي. وني خلاص، خلاص تبادل التحيه بين الفريقين وابتسامه وبغناعه. روح الرياضية من الفريقين. أعزائي المشاهدين، تفوق القرين على نادي الجهراء في بطولة الكأس بنتيجة 32-38.
20. خلوني انتقل معاكم الى زميلي عبد الله حسين، وظيفه باستديو التحليل الكابتن خالد حسين والكابتن محمد فلاح. كل امل التقي معكم في لقاءات قادمه ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، كان معكم عيسى عبد القدوس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للزميل عيسى بغدوس. اذا جود لك الجرين، هارد لك الجهره، 32 الجرين في هذه المباراه. تالق واضح لبندر الضفير ايضا في الشوط الثاني، حارس مرمى الجهره اللي قدم امانه مستوى مميز خلال اللقاءات اللي في الكويت واليوم الجرين. جود لك يا بندر. خالد بشكل سريع، الجرين تغلب على الجهره. كل مبروك لفريق الجرين، هارد لك فريق الجهره. المباراه كانت متقاربة نوعا ما بكل 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 تفاصيلها، بالأخطاء الفنية، بإضاعة الفرص، بالتصويب. فريقين مثل ما ذكرنا فاقدين للتأهل، فكانت مباراة نوعا ما متقاربة. نقول مبروك للجرين وهارتك للجهرة. نعم كابتن محمد فلاح، قراءتك الشوط الثاني، الجرين تغلب فارق الأربعة. جرين صاحب الخبرة الأكثر، صاحب يعني اللي عنده اكثر خبره في داخل الملعب، خصوصا انه يكون فريق من الدرجه الممتاز. اجتهد نادي الجهره، حاول، برافو عليه، يعني في نتيجه طيبه لنادي الجهره. ويعني مباراه اشبه بمباراه وديه، الفريقين مثل ما قلنا ان اثنينهم ما لهم امل، فنقول هاردك الجهره وجود لك الجري. نعم اذا نتائج مباريات اليوم، الكويت تغلب على الصليبيخات 37-27، والجرين على الجهره 32-28. باكر ان شاء الله اذا الله سهل، يعني حسب ما سمعنا الامطار الان قادمه، وان شاء الله باكر يعني ما يكون في مطر ياثر على الصاله. باكر عندنا مباراتين، الاولى النصر وكاظمه الساعه 9، المباراه الثانيه التضامن وبرقان الساعه 11. هذه مباريات الغد اذا الله سهل واطالنا عمر، راح نكون معاكم ان شاء الله باكر من خلال هذا الاستديو. شكرا لك كابتن خالد، شكرا لك كابتن محمد، يعطيكم العافيه. وصلنا معاكم للنهايه مشاهدينا، موعدنا على خير باكر، مع السلامه.